من جميع الجهات، المشارق والمغارب والشمال والجنوب. إنما تكلمت عن سر من أسرار الله سبحانه وتعالى في حفظ هذه المدينة تحديدا، ولم أذم غيرها حاشا واستغفر الله، ولا يمنع أن يكون هنالك من غيرها من هو أفضل منها أصلا حالا، لا يمنع كلامي، لا يمنع ذلك كله. إنما قلت ما قلت إشارة لآية في مكان معين. فإذا قلنا إن الله تعالى قد حفظها لهذا الحكم، لم يحفظ غيرها لحكمة أخرى، لا يعني لأنهم ليسوا صالحين، لكن لحكمة أخرى، ونحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى عدل في كل ما يقدره، فقد يقدر مقادير برحمته لحكمة يرتضيها، وقد يقدر مقادير بعدله لحكمة يرتضيها، هكذا. فهذا لا يعني عدم مدح لغيرها، ولا يعني عدم وجود صالحين مصلحين في غيرها، وأيضا لا يعني عدم وجود أناس غير صالحين في الريحانية، كل ذلك لا يعنيه ولا يحتمله كلامي. بل أنا قلت بأن الحكم أغلبي وليس عاما، وبينت بأن الله سبحانه وتعالى قال ما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، مع وجود الظلم وجود المصلح يكون سببا لدفع البلاء. لكن كما قلت أكرر الآن بأنه لا يعني عدم وجود صالحين مصلحين حفظة في غيرها من الأماكن التي أصابها الدمار. ولكن لماذا أصابها الدمار؟ الله تعالى له حكم في كل ما يقدر، والله لا يسأل عما يفعل. خرجنا من هذه المسألة.